شكرا سي عبد الحق، وشكرا ليوم 24 على الاستضافه، وشكرا على التتبع ديالكم يعني النقاش العمومي اللي كاين اليوم. هاد بطبيعه الحال العرض اللي دار سي فوزي القجع وانا طلعت عليه دابا يعني ورقيا، ما شفتش الفيديو ولكن ورقيا العرض ديالو. اولا هو اغلبيه ديالو جواب على المذكره او على الرساله المفتوحه او على المداخله اللي درنا في مجلس النواب على فريق التقدم الاشتراكي وحزب التقدم الاشتراكيه، وهذا دليل على اننا فعلا اعطينا شي امور اللي خلقنا فيها نقاش وفي نقاط كبيره. نمشيو دابا بالنسبه للمستفيدين اللي كانوا، حنا كنقولوا 18 مليون، السيد رئيس الحكومه والسي فوزي قال لك ما كاينش 18 مليون. بناء على العرض اللي دار السيد السي فوزي القجع، دار واحد الطابلو اللي فيها 18 مليون. هاد 18 مليون هاي ياك فيها السنه دات 2022، عدد المسجلين الجدد كيبقى غادي وكيطلع، كان جوج ثلاثة مليون وغادي غادي غادي 956,000 اللي تسجلت في 22، وجاو دار العدد التراكمي كيبقى يجمع كل سنة، هاي 18 مليون، يعني 18 مليون مسجل في راميد، يعني كانت عنده بطاقة ديال راميد. تراكمي شنو هي؟ هادو اللي كانوا عند الناس كيتسجلوا اليوم 200,000 300,000 وبقات كل هذا. المهم الناس اللي تقبلوا تعطات لهم لاكارت راميد هي 18 مليون في حدود 2022. جا هنا كتب عدد المستفيدين الفعليين هي 10 المليون. شنو كيقصد بعدد المستفيدين؟ واش هل من تلقى الخدمه من هاد 18 مليون ومشى لوبيتال عنده الحق؟ ما غاديش نقول لان ماشي كلشي كيمرض، ماشي اي واحد عنده بطاقه ديال التغطيه الصحيه تكون في امو ولا تكون في القطاع العام ولا القطاع الخاص ديك البطاقه كيستعملها. يعني ربما هادوك ال 10 مليون من 18 مليون هي التي استفادت، لان عدد المستفيدين الفعليين من بطاقه راميد. لكن في هاد من 2012 حتى 2022 شنو كان كيوقع؟ وهذا الشيء راه كنا ناقشناه في الولايه السابقه قبل ما يجي هذا الاصلاح ولا هذا الورش الملكي الكبير، كنا كناقشوا راميد. مدير ديال وكاله التنميه ديال الصحه كان كل مره كيجي التامين الصحي، قال بان فعلا اليوم فاش بدينا في الراميد كان واحد الاقبال، لكن اللي انتهت له بطاقه الراميد نتفاجا ان عدد كبير ما كيعاودش يجددها. والتقييم ديالنا انا ذاك لا حنا ولا يعني الاداره بان ما كانتش جاذبيه للقطاع والخدمات الصحيه اللي داك السيد اللي كان كيعطي ديك 600 درهم ولا 300 درهم ولا 200 درهم الناس اللي كانوا كيخلصوا او اللي كان كيعطي فابور لقى ديك البطاقه في العام ما كتفيدو والو، ما كيمشيش يجدد البطاقه ديالو لان ديجا راه استافد خصو غير يجدد، ما كيجددش وكيبقاو ينقصوا. دونك الناس ملي ما كتجددش ما كانش الجاذب لهذا القطاع. وهذاك العدد ديال 18 مليون خطره كتخرج 100,000 خطره تخرج 200,000 وهما غادي ما كيجدوش البطاقه ديالهم. يعني تقييم ديالنا قلنا بان دوك اللي ما جدوش البطاقه ديالهم في الاخر ديال 2022 هو كيقول غير المستفيدين، يعني التفسير ديالو ديك المستفيد واش مستفيدين من الخدمه او لا كيقصد بها هما اللي هذه الحكومه فاش بغات دير الاصلاح لقاتهم هما اللي مازال عندهم البطاقه صالحه الاستعمال في هذاك الوقت. وهذا الشيء ما كنختلفوش عليه، ولكن 18 كاينه 18 مليون مادام عطيتو بطاقه راه راميديست جددها ولا ما جددهاش. حاليا واش ممكن نقولوا بان المواطنين المغاربه كلهم امنين؟ يعني تيتكلموا كيف ما قال الوزير الناطق باسم الحكومه، الا 700,000 اللي بقاو اللي هما يا في المهن الحره اللي هما ما عندهمش تغطيه، واش هادشي صحيح؟ من ناحيه التصريحات ديال الحكومه كتقول لك كل شيء مغطي. حنا كبرلمانيين فاش كنشوفوا الواقع الالاف ولا الملايين ما مغطيين صحيا. وفي الندوه اللي كانت مع فرق الاغلبيه مع الاسف اللي ما عمر شي واحد جرأ وقالها في حضور رئيس الحكومه وقال باننا هذا الشيء اللي كتقول المعارضه حنا نعاني منه في الدوائر ديالنا وكاين شكايات بالمئات ولا بالالاف في الدوائر ديالهم، البارح قالوها لان كان لقاء داخلي ما بين الاغلبيه وما بين الحكومه في حضور السي فوزي القجع، قالوا باننا فعلا راه كاينين الناس اللي ما عندوش عشاليله وما استافدش. الجواب ديال السي فوزي القجع قال فعلا كاين وسنفتح واحد الباب ديال الطعون او لا ديال الشكايات لمراجعه هاد الناس اللي كيشكيو ومراجعه هاد الناس ديال 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 اللي ما استافدوش. ولكن الواقع اللي كيقول لك كلشي مستفيد هذا كذب. الناس مازال اليوم واكثريه اللي كانوا مستافدين في الراميد داكشي اللي قلنا صحيح. والدليل
التناقض اللي كاين في العرض ديال السي القجع. وانا نعطيك هو كيقول لك 10 المليون، 10 المليون اللي كنمشيو ملي كنمشيو للصفحه هنا هو كيقول لك التغطيه الصحيه متضامن حوالي 3.9 مليون اسره فقيره تستفيد من التغطيه الصحيه، هذا نفس العرض، اي ما يناهز 8 ملايين باحتساب ذوي الحقوق، يعني ماشي 10 يعني بقى ها 8 لا في نفس العرض في نفس العرض هذه الصفحه 8 الصفحه 11 قال عدد المستفيدين الذين تم تحويلهم متضامن 22 هو 10 ملايين وليس 18 مليون، وتم تحويل كل المستفيدين تلقائيا متضامن، وتم منحهم مهله ديال التسجيل في بدايه سنه 2023 وبعد نهايه المهله اصبح المستفيدين 3.1 مليون اسره، اي من هز 10 المليون. دونك هادو جوج الوثائق متناقضين، 3.9 مليون اسره فقيره، 8 المليون هنا، 10 المليون ما فين مشات جوج المليون، هاي هذه كاع ما نهضرش على 18، عطيني جوج المليون فين هي؟ هاد جوج المليون اسر اين هي؟ في نفس امو تضامن، هو تناقض في نفس العرض، يعني جوج المليون هنا ما معروفاش، يعني يتلاعبون بالارقام. لا انا ماشي كيقصاد، واضح ها هو التغطيه الصحيه متضامن، قال بان حوالي 3.9 تستفيد من التغطيه الصحيه يناهز 8 مليون باحتساب ذوي الحقوق. في نفس العرض 11 قال بان في بدايه سنه 2023 بعد انتهاء المده هنا كيتستافدوا 10 المليون مستفيد باحتساب ذوي الحقوق. نفس العرض نفس الجمله يستفيدون، ما كنهضروش على امو شامل، في نفس امو تضامن هنا كاتب 10 هنا كاتب 8، يعني الناس كتلعب بالارقام ويوهمون الناس بان فعلا راه كلشي مغطي. دابا بناء على هذا الشيء خليني من 18 خليني من ذاك النقاش واش حولتي، غير بناء على هذه الارقام جوج المليون راه تالفه راه بدون تغطيه، ولهذا السؤال ديالكم كتقول هل المواطنين كلشي مستفاد؟ ما مستفدينش غير من العرض ديالهم. طيب ديك الموضوع ديال المؤشر يعني بعد التسجيل يعني السجل الاجتماعي الموحد، يعني المواطنين اللي هما محتاجين تعطيهم واحد المؤشر واش غيستافد من التعويضات او ما يستافدش. دابا هذا الحديث على الغموض ديال هذا المؤشر وكيف يحتسب هذا المؤشر، واحيانا مواطن يستفيد ومن بعد مرور شهرين او ثلاثه اشهر لا يستفيد لان المؤشر صعد، هل هناك يعني تساؤلات حول غموض هذا المؤشر؟ حنا في المعارضه وفرق التقدم الاشتراكيه سمينا قلنا كان واحد الوقيته عام البون، دابا ولا عام مؤشر كتهضر، ما مؤشر طالع مؤشر هبط، وما عرفناش واش كيطلع كل نهار واش كل شهر واش كل عام. الهم ديال المواطن كيفاش يدير المؤشر، عندك غير انت بوحدك في الدار انت ومراتك كيقول لك سير بغيتي المؤشر يطلع جيب معاك شي جوج ناس دقلهم طلع المؤشر هبط عندك تليفون حيد تليفون. هذا الغموض لان فاش دارت الحكومه واحد المعايير للاستفاده يعني من اما التغطيه الصحيه ولا الدعم الاجتماعي ولا كاع المؤشرات اللي جابوهم داروا واحد المعايير معينه، مثلا كيقول لك اللي عنده مكانه ديال الضو ما يستافدش، اللي عنده موتور اللي شارجا كارت ديال 50 درهم في التليفون ديالو. حنا هذا الشيء هي الحكومه، دونك انت حكومه عندك الامكانيات درتي هذه المعايير، معايير ماشي غير قالها لك دماغك ودرتيها بناء على دراسه بناء تجي الحكومه وحنا غنديروا طلب. الاسئله كاينه في هذاك يعني دازت في قانون يعني في البرلمان صادق على البرلمان؟ لا المؤشر ما صدقناش يعني لا في هذه الاسئله حول السجل الاجتماعي. حنا ما عمرنا ناقشنا المعايير ديال هذا المؤشر كيفاش دارتهم الحكومه، حنا كنقولوا المؤشر اللي وصل 7.8 بناء على الوضعيه الاجتماعيه ديالو، ولكن لي ديتاي كيكون في مراسيم، هذوك لي ديتاي حنا ما كنناقشوهمش كبرلمان. هاد المراسيم هاد لي ديتاي في ديك لابليكاسيون اللي كيعمر المواطن حنا ما كنناقشوش حتى في البرلمان، حنا بغينا يجيبوا لنا ديك لابليكاسيون ويقولوا لنا هادي هاد الشيء ديال اللي عنده مكانه اللي كشارجا 50 درهم، اولا علاش دارها؟ واش عندي 50 درهم انني شارجيت 50 درهم ولا عندي بورتابل راني لاباس عليا؟ الا بهذا المعيار دابا الاحصائيات اللي كاين كل مغربي عنده 3 تليفونات، كل مغربي ماشي كل اسره، يعني سالينا كلشي لاباس عليه. واش مؤشر ديال اللي عنده مكانه ديال الضوء؟ حنا شحال هذيك كنقولوا خص توسيع الشبكه الكهربائيه وكاين الدعم ديال الجماعات المحليه والدعم ديال الدوله باش نوصلوا الضوء لابعد نقطه وللفقير والمسكين وكيما بغى يكون، اللي عنده غير بيته وحده خصو. واش اللي عنده مكانه لاباس عليه؟ يجي يشرح لنا علاش. واش اللي عنده موتور لاباس؟ هذوك المعايير كلها جيت قلنا علاش دارت هذاك المعيار كيعطي واحد التنقيط. المساله الثانيه
فهاد 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 المعايير كيفاش كتراقبهم؟ كيفاش كتراقب الحكومه هادشي؟ واش عندها شي سيستم؟ ما نعرف ما عرف اكسترا اوردي طاق شارجيت 50 درهم عرفك شارجيت 50 درهم شريتي بورتابل عرفك شريتي تعطينا الاليات ديال كيفاش كتراقب، لان الا مشينا على هادشي راه يوم اليوم نكون فقير غدا نشارجي 50 درهم نولي غني نولي ما عنديش مؤشر، يعني تعطينا كيفاش كتراقب هادشي. ولا اللي ساكن بوحدو مثلا، ولا اللي ساكن بوحدو امراه كبيره ويمكن تكون ارمله، يمكن يكون عندها رجل حتى هو معويز وجالس في الدار، ومني كتمشي تدخل كيقول لا انتم بجوج ما تستافدوش، واش العقل غيقبل هادي؟ الراجل المعويز جالس في الدار، المراه نقولوا حتى هي مسكينه مريضه وما خداماش، هذا كيقولوا المؤشر طالع عندك لانك خصك تضيف ناس اخرين، واش هذا معقول؟ هذا اللي باش قلت المعايير كلها دارت بشكل عشوائي، وكانوا كيحاولوا الوزير قال بان ممكن الناس المتضرره انهم يجيبوا البيانات ويدليو بهذه المعطيات باش تصحح الوضعيه ديالها. لا شوف هذا ماشي خطا، هذا ماشي خطا السي عبد الله، هذا ماشي خطا، هذا من الاول ملي كيقول لك اللي عنده هو بوحدو ساكن في الدار ومرته راه داروه ماشي ما عارفينوش، بغى يحرمو. ما يمكنش غادي من الاول انت كتعرف اللي راجل امراه في الدار تقول له انت يا ما تستافدش، لان اصلا واخا يمشي يدير الطعن ديالو بناء على المعايير غادي يعاود يترفض. هو كيقول لك زعما اللي عنده خطا، ولكن راه ماشي خطا، هضره من المعايير مقصي. واش اللي صار جا 50 درهم ديال اخر وتقصى غادي يقول له لا غادي يكذب يقول له انا ما شارجش 50 درهم؟ يعني المعايير مجحفه. حنا بغينا الحكومه تجي تشرح لنا كيفاش هاد المعايير، وحنا انا ذاك يمكننا نناقشوا نقولوا حنا ماشي خبراء، ولكن بناء على كل واحد والقدره ديالو والخبراء اللي عندنا في الحزب غادي نجيو نعطيو مقترحات. لا هذا راه مجحف، كيفاش غادي ديروا له ولا كيفاش غديروا له؟ اولا نشوفوا شي طريقه اخرى باش باش حنا الهدف ديالنا كمعارضه واغلبيه شنو؟ وان اللي يستافد خصو يستافد. حنا شنو كنقولوا اللي فعلا عنده ظروف اللي يعني ديال المعيشه اللي هي مزريه خصو يستافد يستافد، واللي عنده باش يخلص راه غادي يخلص، والناس الاخرين اللي موظفين او الاجراء راه عندهم التغطيه ديالهم. هذا هو الهدف ديالنا. من حيث التوازنات الاقتصاديه يعني تكلم يعني تفصيل الوزير انه الحكومه الحاليه يعني ورثت واحد الارث ديال واحد الميزانيه اللي فيها واحد العجز ديال فوق 7%، مستوى ديال التضخم يعني كبير، مديونية يعني 72%، والآن هذه المؤشرات يعني كلها كتحسن وكت ولات بشكل إيجابي، يعني كيفاش شفتوا هذه المسألة؟ هو أستاذ الحق مع كامل الأسف تعتقد الحكومة أن هذه الأحزاب ما عندها خبراء اقتصاديين، ما كنحلوا يعني كنشدوا الرقم وكان وصافي وسمعناه كما دابا كيحاول يعطي للرأي العام هاد الأرقام بدون ما يفصل، لكن في العرض ديالو جا قال بأن هادشي ديال الميزانيه ديال العجز ديال الميزانيه، نعطيك واحد لاكور هي هادي، عجز ديال الميزانيه نشدوها من 2013 4.7 4.4 3.8 4 3.2 3.5 3.3 انشيت 7، فوقاش هادي 7؟ 2019 2020 شنو كان؟ الكوفيد، كان كوفيد وجميع دول، لان ما يمشيش لواحد الرقم اللي كيخدمه هو باش يبني عليه التحليل ديالو ويقارنها لي قبل كوفيد ب 3.3. العجز يقول له ودي كوفيد ما كيتحسبش لان هذيك حاله استثنائيه في العالم، كان 3.3. اليوم اللي كيقول لك خفض ما خفضش يعني الارقام العاديه المعلنه، مشى للرقم اللي كيخدمه باش ياناليزيه. هذا مساله اخرى. هنا ما هضرش على هاد الارتفاع الغير المسبوق، علاش 7.8 نهائيا هاد الطابلو كاين، ولكن ملي مشى جبد النمو نسبة النمو علاش ما توصلش بها؟ عاد قال اندلاع حرب روسيا، ارتفاع الاسعار المستوى الدولي، سياق وطني متلب الجفاف، عاد بدا يبرر عدم تحقيق هذيك النسبة والتضخم اللي كان. كيما بررتي هنا وبرر لي حتى هنا، هذا من ناحية الشكل ديال العرض هناك تلاعب، حتى هنا يبرر فعلا هاد السبعه الاسباب ديالها، وراه خصو يعتمد 3.3 ماشي 7. هذا المساله الاولى. المساله ديال بالنسبه للعجز، العجز ديال الميزانيه هو قال 7.1 في 2020 ناقص 4.4 بغض النظر على هادشي اللي قلت من هادشي في 2023، كيفاش خفض هذا العجز؟ هو يشرح للمغاربه علاش خفض العجز، شنو دار؟ انا نقول له شنو دار. مشى دخل في الحسابات ديال الدوله هذاك الصندوق ديال الزلزال،
مشى دخل الاموال ديال التمويلات المبتكره اللي هي 80 مليار ديال الدرهم في ظرف سنتين. 8 هادشي شتي هادشي ديال التمويلات المبتكره بدات من عهد اليوسفي وديال الخوصصه من اليوسفي حتى 2020 ولا 21 بحرا وصلوا واحد 65 مليار هما في ظرف سنتين 8 مليار ديال الدرهم. دونك ملي كتضخ هادشي في الميزانيه العكس كيهبط، ولكن هادشي راه يعني التلاعب كيفاش باش يتلاعب على الارقام. هادشي ما كيقولوش. بالنسبه للدين العمومي، الدين العمومي قال 72.2 في 2020 وخفضها ل 71.7 في 2023. لان علاش هادشي؟ باش قلت لك راه كلشي داكشي كيجاوبنا حنا كحزب التقدم المشتركي. علاش قال 71.7؟ لان حنا قلنا 86%، وحنا محقون. علاش؟ لانه هو في هاد الارقام كان كيهضر على الدين ديال الميزانيه العامه، يعني دين الخزينه فقط، ما دخلش المؤسسات العموميه. واش لونيب ولوني يعني المكتب الماء والكهرباء ملي هذوك الديون خاصها تدخل، لان هذوك راه ديال الدوله. ديال الطرق السيار ما دخلهمش. ملي كتدخل هاد الناس زياده على الدين العام كتوصلك 36%، يعني اننا في الخطوط الحمراء. هو ما باغيش يقول 86 لان 86 حنا في الخطوط الحمراء. هذا المساله ديال المداخل الضريبيه. جبت لي المداخل الضريبيه 72.2 اللي كانت في 2020 واش داخله في هذه ديون المؤسسات العموميه؟ 72؟ نعم. فاصله؟ آه. جوج؟ اللي ديال 2020 بطبيعه الحال كانت داخله، بطبيعه الحال كانت داخله، داخله فيها جميع الديون العموميه، لان ملي كنقولوا الديون العموم كنقولوا كل شيء، ماشي خزينه الدوله. اما دابا سي فوزي ولا الحكومه تعطينا بالتفصيل ديال هذا 71% وتعطينا بالتفصيل ديال 72%. وغادي نشوفوا باننا ما كاينش الدلع، ما كاينش المؤسسات العموميه. بالنسبه للمداخل ديال الضريبه، سولتني على المداخل ديال الضريبه، قال انه 100 مليار ديال الدرهم اللي ضافت خلال من 2021. 100 مليار ديال الدرهم، 100 مليار ديال الدرهم مقارنه مع 2020، لان هذا الرقم فعلا هو رقم اللي كيقول بان الحكومه دارت مجهود، ولكن هذا المجهود خصو يفصلوا لنا، خصو يقول لك هاد 100 مليار منين جبتها؟ خصو يجي ويعطينا تفصيل ديال 100 مليار. كاين هو كيقول لك درنا الاصلاح الضريبي، مزيان دوزناه في قانون الماليه، يعني الاصلاح الضريبي خفضنا دوك الشركات الكبيره من 40 ل 35، طلعنا وحدين من 20 ل 30، يعطيني شحال دخل المدخول ديالها في هذا الاصلاح هذا، شحال دخل؟ ما عطاهناش. قال اصلاح ديال التيفيا شحال دخل؟ هنا متفق معاه، الاصلاح ديال التيفيا من لا سورس غيكون دخل، لان حنا كنعترفوا هناك شركات كانت تتلاعب ديال الضريبه على القيمه المضافه، وكانت من بعد كيجيستيفي بواحد لي فاكتور ربما يكونوا صحاح ربما يكونوا غالطين، هو دابا كياخذ لها من المنبع وعادي يمكن يجيستيفي. ولكن الخطوره ان هاد الشركات راه كياخذ لها واحد البورسونتاج من بعد كيمكن لها تجيستيفي وغيرجع لها. هادشي اللي دخلت الدوله راه فيه شركات اللي غتعاود تسترجع، لان هما كيقول لك هذا يعني الاقتطاع من المنبع، ومن بعد كتجي الشركه وكتجيستيفي. مثلا انا شركه مشيت درت واحد المارشي في واحد الجماعه، عندي التافية فيها 2 مليون ديال الدرهم، باش نبسط للمواطن، فيها 2 مليون ديال الدرهم، كيجي كي هو كيقتطع لي واحد 80% ولا 70% من ديك التافية، 2 مليون ديال الدرهم، كيقتطعها وكيقول لي داك الشيء اللي انت باش تجيستيفيه من بعد اجي للضريبه اعطيني لو فاكتور. لنفرض انا جبت لك مثلا واحد 1,500,000 ديال التافيه خصك تريكيبيراه، دونك هذوك المداخير الدوله غير كان مسلفهم كذاك المقاول، خصك تعاود ترجعهم له. والعداد ديال الشركات وشوف شحال الدوله خصها، يعني راه ماشي صافي ديال الدوله. المساله الاخرى ديال هاد 100 درهم، كنا ننتظر يجي يقول لك فعلا كان القطاع الغير المهيكل، ماشي المعاشي اللي كيبيع في كروسه، القطاع الغير المهيكل اللي هو خطير في البي بي 30% من البي بي، ماشي في القطاع الغير المهيكل. نسبة التشغيل في القطاع المهيكل الغير المهيكل تشكل 35% من اليد العاملة. فين كاينين الفلوس؟ وراه معروفهم في كورونا وكلشي، ما راه كلشي معروف. واش درتي مجهود اليوم وقلتي هاد المداخل فعلا 800 مليار ديال الدرهم مشيت دمجت وجلبت بعد واحد البورسونتاج من هذا القطاع الغير المهيكل ودخلته في قطاع مهيكل، ولا كيخلص لي واحد البركه اللي طلعت بها لو شيفر، واليوم راه مابقاش 30% من البي بي، راه رجعتها غير 16% من البي بي. هنا نقول للحكومه برافو عليك، درتي واحد المجهود، واحد الفلوس ديال الدوله كانت ضايعه لواحد الناس ودخلتيهم.
هذا الشيء ما كاينش وما داروش. شنو دار؟ مشاو وهذا الشيء دابا كنهضروا المواطنين كيسمعوا، داروا مراجعات ضريبيه. انت السي عبد الحق الا كنتي بعتي واحد الدار هذه 8 سنين كيجي كيقول لك بعتيها راه مازال كيتسالك، هما كيديروا داك التقويم ديال دابا يقول لك مازال كتسالك 5 مليون، وهاد الشركه كيعينوا عداد ديال الناس 5 مليون اجي خلصها ولا اجي نتفاوضوا معك، هذا كيخلص جوج هذا كيخلص ثلاثه، هذاك الشيء باش طلعت ما مشاوش للناس داروا اصلاح. مشى حنا قلنا لهم عطيناهم حنا الاقتراحات، مشاو داروا الضريبه على الثروه ما مشاو لهاش، طلعوا الضريبه اللي قلنا لهم طلع لبعض الشركات اللي عندها الاحتكار اتصالات وديال المحروقات ما بغاوش يديروها، هذا الاقتراحات ديالنا وكان داروا هذا الشيء ودخلوا هذ 100 مليون نصفق لهم، ولكن هذ 100 مليون ولات جبدت من المواطن البسيط مسكين باش طلع هذ لا روسيت. بالنسبه لدعم الزكان اليوم اللي كتبجح حنا قلنا يعني من ناحيه القرار ومن ناحيه الورش ندعموه مزيان، لان كان شحال هادي نقاش حول هاد الاعفاءات ديال الطبيه والضرائب لهاد المقاولين المنعشه العقاريين، الدار كتقام 8 مليون كتباع 25 مليون، كان هاد النقاش اليوم قال لك هذا نسميوه دعم مباشر للسكن المواطن يستافد. كاين المشكل الاول هو ان ديك الدار اللي كانت كدير 25 مليون هي ولات ب 30 مليون و 35 مليون، يعني راه الثمن ما بقاش غير 25 مليون، يعني هذيك الطلبه كاين المدن البعيده لا اللي جايك لا العق المدن ما كاينش، لان اليوم كاين واحد المعايير اللي بعض من بعض المناطق ما كيستافدوش من هذا الدعم المباشر، لان ما عنده ما عنده محفظه. حنا مثلا في اقليم بولمان عند اراضي الجمهور كتمشي للسيد ما عندوش واحد الوثيقه باش يدوز اترافير نوطير واترافير، ما كيستافدوش من هذا الدعم، لان مشاو بواحد المقاربه اللي هي كانت وما داروش واحد الاجتهاد. وحنا عطاهم الاقتراح مثلا بغاو الدعم المباشر والتوزيع العادل ويستافدوا الناس ديال هذا السكن جميع المغاربه بحال بحال كاين اللي في كازا كاين اللي في ميسور يعطيوها العمران. هذه العمران اش بقات كدير؟ العمران مازال دابا كتشد لي مارشي ب 7% باش كدير تاهيل المدن، تشد لنا غير هذا السكن، مؤسسه هي عموميه ديال الدوله تشد لنا دعم السكن ودير لنا تجزئات وبنايات لهاد الناس بواحد الثمن اللي يستافد منه ويكون واضح. يعني العمران كتمشي كدير تجزئه خاصه بهذا الدعم وكتستافد، اي مواطن لا في بولمان ولا في ميسور ولا في كازا ولا في مراكش يكون بحال بحال، وهذه المهمه اللي انشئت اصلا من الاول. بالنسبه لدعم السكن هما قال لك خصو 9 مليار ديال الدرهم، والمستفيدون هذه ديالهم كلامهم هو هذه في الصفحه 13، الصفحه 13 والمستفيدون هما 12000 شخص، يعني 1.2 مليار درهم اللي تصرفت في هذه السنه، يعني ملي كنقولوا 12000 شخص يعني تصرفت مليار وفاصيلة جوج، هو هذا الرقم بالمقارنه مع التسعود ديال المليار ديال الدرهم ما يبقاوش يقولوا لنا راه الدوله دارت، راه مصرفوا غير مليار فاصيلة جوج. يعني شنو معنيتها؟ ملي كيكون واحد العرض خصني يكون الاقبال عليه كبير في الاول، حنا كنشوفوها واحد فاصل، علاش؟ لان هذاك الشيء اللي دايرين والاستفاده في بعض المدن بعينها وما موجدينش واحد العرض في المدن الصغرى في مدن اخرى جعل المستفيدين غير 12، يعني مازال ما وصلوش، يعني واخا هي غير نصف سنه ولكن نصف سنه بارابول تسعود الماء تلقاها صرفت 4.5 باش نكونوا كاع موضوعيين، يعني لو فلوي ما يكونش في الاول كبير، سميتو 4 دابا اليوم وصلوا 1.2 فقط. ها هي الصفحه 13. الكلفة السنوية 9 مليار ديال الدرهم، عدد المستفيدين ديال الدعم المباشر بلغ إلى حدود 12000 مستفيد. أنا ما نقولش ديك 7 المليون، نقول كلشي استفاد ب 10 المليون، 10 المليون ضربها في 12000 هي مليار و2 المليون اللي قلت أنا، هي مليار و2 المليون. يعني هذا الشيء باش قلت تلاعب بالأرقام في هذا في هذا في هذا المسائل. مسألة أخرى اللي هي أساسية مادام هضرنا على التغطية الصحية يعني بصفة عامة، انا طالبنا حنايا اليوم في حزب التقدم الاشتراكي بانشاء واحد الصندوق او لا قانون، لانه حمايه اجتماعيه فيها التغطيه الصحيه فيها الدعم الاجتماعي، اليوم مخلطين لنا الشكلي في العقلي شي فشي. حنا شنو طالبنا؟ كما في دول اخرى كتدار بلا ما نذكر الاسماء، في قانون الماليه كيجي واحد الوثيقه مرفقه كما كتجينا ديال صندوق المقاصه كما كيجينا ديال المؤسسة العمومية، غيكون صندوق خاص وميزانية خاصة مرفقة للحماية الاجتماعية. ها هما المداخيل، ها هما المصاريف، ها هما المستفيدون، باش تكون الشفافية ونعرفوا فعلا ملي كيقول لك خصصت 9 مليار ديال الدرهم، راني خصصتها شحال صرفتي منها.
ملي كنقول بان اليوم 40 مليار اللي غتوصل في 2026 ديال الدعم الاجتماعي لا ديال الصحه ولا ولا يعني التعويضات العائليه الدعم الاجتماعي كله خصها تبان لي في قانون خاص باش غدا كنعرف انا فعلا واش هاد الناس كيكوتيزيو، واش هاد الناس عندهم جاذبيه لهذا الشيء، واش فعلا الميزانيه اللي كتدخل كاين استدامه حقيقيه ودوك لي لين بيدجيتير كتجي باينه وواضحه. لان اليوم اش داروا؟ الى حدود اليوم داروا واحد الحل مؤقت، شدوا دوك الصناديق اللي كانت تيسير كان مليون محفظه جمعوها وجمعوا هاد الفلوس ويخلصوها مزيان. ولكن 2025 هما حلوا المشكل، ايوا غادي يتسال هاد الصندوق اللي فيه هاد الدعم اللي كان قبل، ومن بعد منين غادي تجيب الفلوس؟ دونك كاين اشكال حقيقي. دونك هذا العنوان ديال العرض استدامه الماليه العموميه لتمويل هذه الاوراش الكبرى لا زال عندنا كفرق التخطيط المشتركيه في عالم المغرب.